عارفين الحظ لما يقابلك، لما تكون ماشي في طريق كده هوت ومستني حظك، هو الشخص دوت كده بالظبط. الحاج دوت ماشي في الطريق ومستني حظه كده، او يتقابل بوش السعد تشوف هيحصل فيه ايه. ايوه يا معلم، اقلب الراجل وقع. بص الديك غيران على الديك، على الفرخة بتاعته. تعال نشوف بقى الراجل ده هيحصل فيه ايه. اوعى وقع. وقع في المية السخنة. مش عارفة مية سخنة ولا نار ولا مية نار ولا ايه بالظبط، ده شكلها مادة كده ولا حاجة، تقريبا مية سخنة. ده ماله ده؟ ماله ده؟ ماله ده؟ يا لهوي، بص الود يا خلاص.